مساء الخير، صباح الخير أصدقائي. الفيديو اليوم راح يكون يعني تابع بيشبه الفيديو اللي عملته قبل بفترة. هو عن الأشياء اللي ممكن أنت ما بتعرف عن هولندا، ولكن بهذا الفيديو أنا حابب أركز على أمور جديدة اللي هي كانت بالنسبة لي غريبة وبالنسبة لي أنا ما توقعتها. طبعا أنا ما راح أغطي كل شيء، وطبعا هو الفيديو يعني أكثره رأي شخصي، ما يبدو غريب لي قد يبدو جدا عادي لحدا تاني، والعكس بالعكس. وعلى كل حال إذا أنا نسيت شيء أو في شيء غلط حكيته، لا تنسوا يكتبوا لي بالتعليقات. خلونا نبلش. اول شيء انا من الشغلات اللي كانت ملفتة للنظر بالنسبة لي السوبر ماركت بشكل عام. السوبر ماركت تنظيمه بهولندا ما كنت هيك متوقعه. خليني اقول على سبيل المثال، بتلاقي الكوندومات بتنباع بالسوبر ماركت، الواقيات الذكرية، بتلاقي العاب جنسية بتنباع على شكل العاب اطفال في بعض المحلات. وكمان بالشغلات اللي استغربتها لما شفت انه، طبعا هاي معلومة يمكن كثير ناس بتعرفها، انه محل الحشيش، محل اللي بينباع فيه الحشيش او بتستخدم فيه الحشيشة، اسمه كوفي شوب. فاذا بدك تروح على الكوفي شوب ما تفكر انه رح يتقدم لك قهوة، بيجوز تلاقي عندهم قهوة بس على الاغلب ما رح تلاقي قهوة. الكوفي شوب هو محل تبيع حشيش او تحشش فيه. الشغلة الثانية اللي انا شفتها بالسوبر ماركت هي شغلة ابدا مو لا اخلاقية بالمطلق يعني. رح حط مثال منها هون، اللي هو وقت السوبر ماركت بيحط لك الوصل تبعه والوصل تبع سوبر ماركت ثاني، وبيقول لك انه نحن ارخص من هاد، او بحط لك سعر منتج بيقول لك انه هذا المنتج عندنا هيك، عند جارنا عند السوبر ماركت اللي جنبنا هو اغلى من هيك، نحن ارخص. هذا الموضوع انا شفته ابدا مو اخلاقي. وباعراف المهن كلياتها من حقك انت تعرض بضاعتك بالطريقه اللي انت بتشوفها مناسبه، بس ما تضرب ببضاعه غيرك. هذا الموضوع كان غريب بالنسبه لي. شغله كمان غريبه، مع انه الشعب الهولندي بحب التوفير كثير، بس شفت شغله غريبه وهي بصراحه مش بس بهولندا يعني، ولكن هولندا كانت صدمه بالنسبه لي. لما بتفوت على السوبر ماركت في عندك سنيكرز او كيت كات او كولا جوا بالسوبر ماركت، حقها مثلا 50 سنت. لما انت وطالع بدك تشتريها من عند الكاشير تلاقي انه حقها يورو. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال 10 قطع كيت كات او سنيكرز حقهم 3 يورو جوا، بينما عند الكاشير انت وطالع في صفه بتلاقي فيها علكه، بتلاقي فيها ممكن براد صغير للكولا، وبتلاقي فيها قطع شوكولا، بتلاقيها برا بيورو. تخيل القطعه برا عند الكاشير بيورو، كم متر لقدام بتصير عليك ب 30 سنت. هذا موضوع كان غريب، علبه الكولا بنص يورو جوا، برا عنده بتصير بيورو. كمان بالنسبه للمحاسب تبع السوبر ماركت او الكاشير، غريب انه ما بيقبلوا فئه ال 200 وال 500 يورو، وال 100 يورو حتى ما عم بيقبلوها. محل كبير طويل عريض بقول لك لا لا لا، 50 يورو هي السقف، مثل ما حكيت انا بالفيديو الماضي. بالسوبر ماركتات بالنسبه لموضوع الاكل لفت نظري انه في عندهم 50 نوع للبطاطا و20 نوع للبصل. بصراحه انا ما عارف شو الفائده منها، يعني البطاطا نوعين ثلاثه بكفوا يعني. كمان من الامور اللي لفتت نظري انه في بالسوبر ماركتات الكبيره بشكل عام، وحتى بالمطاعم، كل اماكن التجمع بتلاقي فيها زاويه للاطفال، كيندرن هوك. انا اشوفها شغله كثير ايجابيه، اذا جاي معك اولادك تترك اولادك هونيك يلعبوا بما انت تتسوى، وحتى في عربيات سوبر ماركت صغيره هي للاطفال. هذا الموضوع انا جدا احترمه بصراحه. لان احنا هلا عم نحكي عن السوبر ماركت والبضاعه، لفت نظري كمان كانت صدمه بصراحه بالنسبه لي لما جيت على اوروبا وشفت نفس البضاعه الصينيه الزباله اللي نحن بنشوفها ببلادنا. كنت متخيل اوروبا فيليبس تيفال ماركات الى اخره. للاسف حتى الفيليبس والتيفال صار عم بيجي صيني. ماشي بدك تدور عليه بس شفتي لي محلات هاي القطعه اللي بتشتريها اليوم بعد 23 دقيقه بتخرب، موجوده تماما، موجوده تماما، اسعار رخيصه. لما تحريت على الموضوع بعد الازمه الاقتصاديه تبع 2008، في كثير من سياسات الشراء عند المواطن الاوروبي تغيرت واتجه نحو الارخص، نحو يشتري وكب مش يشتري قطعه ويحافظ عليها على طول، بالذات انه التطور على كثير عم بيكون سريع، ما عم بيحبوا يحتفظوا بقطعه معينه. شغله كمان هي لفتت نظري ولكن تستحق الذكر، انه انت فيك شيء عادي جدا تشتري غرض وترجعه. طبعا غرض مش تفتحه وتستعمله اكيد لا، يعني مثل اكل او هيك. خلال وسطيا ابتداء من اسبوع بتوصل مدي للشهر، في بعض المحلات بتقول خلال 3 اشهر انت بحق لك ترجعه. والكفالات معظم الادوات الكهربائيه والالكترونيه هي سنتين،
والكفالة بصراحة يعني لما بتتعامل مع محلات ماركات معروفة، الكفالة حقيقية يا جماعة، مش زي ما كان عندنا بسوريا تشتري الموبايل كفالة مابكو، إذا فتحته من الكرتونة طلع خربان يعني بجوز يبدلوا لك إياه يعني. لا، والكفالة هي شيء متضمن بالسعر، أنت ما بتدفع عليه زيادة. وكمان من المهم قولوا إنه في كتير محلات للبضاعة المستعملة وأسواق كتير للمستعملة، مثل عيد الملك مثل اللي حكيت عنه بالفيديو الماضي. والغريب بالامر انه الشعب ما بيهجر يشتري منها، بتلاقي عالية القوم بتروح لحتى تشتري مستعمل، عالية القوم بتحط بضاعة بالطريق وبتبيعها من اغراضها، يعني ما عنده مشكلة ابدا بهذا الموضوع. الشغلة اللي كتير 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 مهمة، اللي هي بصراحة صارت جزء من حياة الهولنديين، ذكرت عنها بالفيديو الماضي، ولكن انا هون عم بحكي رأيي الشخصي اكتر فيها، العروض. بس تفوت على سوبر ماركت، بس تفوت على محل قطع خضار إلى آخره، راح تشوف أكسي أمبيدي على طول في عندك عروض تخفيضات، عروض تخفيضات على مدار السنة. يعني لما أنا بشوف عروض وتخفيضات، أنا هذا المحل كل ما بروح عليه عروض وتخفيضات، يعني إمتى ما عندك عروض؟ يعني هون بيكون السؤال. لا، حتى هي سياسة صارت، يعني هي شيء صار عادي كتير بيصير يعني بشكل دوري. هذا السوبر ماركت لما نحكي عن ألبرت هاين، اللي هو سوبر ماركت هولندي تقليدي، يعني كل اسبوع، هالاسبوع في عرض على هذا النوع من الشراب، الاسبوع الجاي راح يكون في عرض على نوع من الشراب الثاني، هالاسبوع على ادوات الغسيل، هذا الاسبوع اللي بعده على الثاني. شيء دوري عم بيصير، صار جزء من سياسة البيع انه يكون في عروض. وبصراحة العروض كثير احيانا بتكون مجزية، واحيانا بتكون نصب بنصب، اشتري 3 قطع لحتى نعمل لك حسم 10% وما بعرف شو، او قطعة نقصوا لك من كميتها وبرخصوا لك من سعرها، يعني مش دائما بتكون صادقة. وإنما في عروض مثلا قطعة تانية مجانا وما إلى ذلك، أنا بشوفها كتير منيحة وصارت جزء من سياسة الشعب. يعني إذا فتت على محل وما لقيت كلمة عروض، طبعا لحد الآن أنا ما صارت معي، بتحس إنه في شيء غلط. بعض المناطق بالنسبة للحكي عن المحلات، هاي الشغلة كمان أنا كتير شفتها، وبصراحة هي سلبية شفتها. بعض المناطق بيسكر كل شيء يوم الأحد، يعني حرفيا يسكر كل شيء، ما في باصات، بالذات بالقرى البروتستانتية المحافظة ما في باصات، ما في سوبر ماركت فاتح، ما في شيء تعمله أبدا على الإطلاق. وبشكل عام معظم المحلات في هولندا بتسكر حوالي الساعة 6، في بعض الاستثناءات مثلا بأمستردام أو غيرها، محلات الألبسة، محلات الشغلات الخفيفة زي الإكسسوارات زي موبايلات زي كذا، هذا كله بيسكر الساعة 6. بيبقى عندك السوبر ماركت اللي هو بيبيع الأكل والشرب، يتراوح من 8 للعشرة المساء، ومحلات كتير 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 قليلة بتضل فاتحة 24 ساعة أو لآخر السهرة. هذا الموضوع بصراحة أنا شفته كتير سلبي، لأني بالصيف، الحلو بصيف هولندا، يعني خليني أقول إنه هي ميزة، إنه الصيف ضل الشمس طالعة لحوالي الساعة 10:30، يعني الوقت الحلو اللي ينزل فيه واحد على السوق. لا، صيفا شتاء هو بيسكر على الساعة 6، ما عدا الكوب افوندن اللي هي بتكون ايام معينه بالاسبوع، السنتروم تبع المدينه، مركز التسوق بيكون فاتح لوقت اطول. شيء ثاني بيتعلق بالبيع والشراء والمحلات، كمان شغله شفتها، هي بجوز ما تبين شغله هي مو كثير مهمه، لكن انا شفتها غريبه، شفتها انه انت اذا ردت تستنسخ مفتاح تعمل مفتاح معين، بتروح عند بياع الكنادر بتعمل المفتاح. بياع الكنادر هو نفسه اللي بيدق مفاتيح، هو اللي بيبيع جلديات، يعني كومبينيشن غريبي، ليش اللي بيصلح الكنادر يعمل مفاتيح؟ انا ما بعرف. بياع الجبنه ببيع جبنه ومكسرات، بتلاقي عنده شوي يعني مو كتير، بتلاقي عنده مبيت واسمه كاسبور، يعني مزارع الجبنه، غريب الاسم بصراحه. الشغله اللي لفتت نظري لما عم نحكي نحن عن سياسه البيع والشراء، انه الدخان هولندا كتير غالي، هولندا اغلى بلد بالاتحاد الاوروبي بالدخان، وهولندا تخطط بال 2024 ما عاد ينباع دخان بالمحلات. والاحلى من هيك، لما جيت اول شيء شفت الهولنديين بلفوا عاملوا سيجارات لف زي اهل اول عندنا نحن، قلت معقول يعني شو قصتهم هدول؟ لا، لان الدخان كتير غالي فاللف بيكون ارخص، فكتير عادي تلاقي واحد بجيبه حاطط لك هالباكيت وبقلبه دفتر الورق او قاعد بلفه بتف بالارض، عادي الموضوع، عادي جدا. اهم شيء انا هون بحب احكيه، اختم فيه هذا المقطع بالذات، اللي هو انه اذا انت سرقت من السوبر ماركت ف
فممكن يتصلوا بالشرطة وراح تتغرم ب 181 يورو، يعني مش راح تروح على السجن. واللي لفت نظري أكثر إنه الإعلانات موجودة في كل محل. النظام الرأسمالي، من مخلفات النظام الرأسمالي اللي هو موجود بهولندا، الإعلانات بتشوفها حرفيا بكل محل، راديو، محطات القطار، على الدوارات، على الإشارات، بالسوبر ماركت، بتحس حالك أنت محاصر بمجموعة من الإعلانات. ولكن أنا قلت إنه الدخان غالي، ولكن هو كل شيء غالي، وسياسة التسويق الإعلاني هي دائما بتحاول تخليك تشتري أكثر. من المهم بالموضوع الوارد الذكر، لما أنا حكيت عن الغلا، الغلا يا جماعة هو موجود تقريبا بمختلف نواحي الحياة. هذا الموضوع بخلق سياسة شرائية جديدة بتختلف عن اللي نحن بنعرفها، خلت كل شيء بالبلد يكون بمصاري، ما في شيء ببلاش. يعني لما بتروح لحتى مثلا، نحن متعودين بأماكن عامة تلاقي فيه مي لحتى تشرب منها، هذا الموضوع بمصاري. صفة السيارة بمصاري، القعدة بمحل معين بمصاري، الفوتة على التواليت بمطعم بمصاري، كل شيء حرفيا بمصاري. والسياسة اللي صارت عند الناس العاديين، صاروا دائما يشتروا عقود، يشتروا عقد طويل الأمد. أنا بدل ما أشتري سيارة بروح بستأجر سيارة، أنا بدل ما أشتري بيت بروح بستأجر بيت. عندهم صارت سياسة الاستئجار، وأنا هذا الموضوع بصراحة فاجأني. توقعت أنه المواطن الأوروبي بحب يشتري كل شيء لأنه معه مصاري كثير، لا، صاروا يحاولوا يشتروا الخدمة أحسن من أنه يشتري المنتج ذاته. بدل ما أنا أشتري لمبة، أنا بشتري خدمة شركة تركب لمبات وهي تكون مسؤولة عن صيانتها. بدل ما أشتري ألواح طاقة شمسية، بروح بستأجرهم من شركة وهي بتستلم صيانتهم. هي شغلة أخرى لفتت نظري، اللي هي العقود. العقود دائما طويلة الأمد. بتعمل عقد للإنترنت ببيتك، أنت ملزم تقعد معه سنة. بتعمل عقد للموبايل، ملزم تقعد معه سنة أو سنتين. الكهرباء ملزم سنة، المي ملزم سنة، استأجرت محل ملزم سنة. هذا الموضوع بصراحة قد يكون مقيت، بتحس حالك أنت بس في الشركة اشتركت معها، فأنت يعني صرت ملزم فيه، يعني قعدوا على قلبك سنة كاملة. فبدأ إذا بدك تفسخ هيك عقد، يا بدك تدفع غرامة، يا بدك تروح للقاضي. والموضوع بصراحة وجهة راس. بمناسبة الحديث عن العقود، التأمين، عندهم تأمين، هاي الشغلة مش منفردة فيها هولندا، ولكن هي لفتت نظري. عندهم تأمين لكل شيء، وأنا أعني حرفيا لكل شيء. تأمين السيارة أكيد، تأمين على البيت، تأمين ضد الحريق، تأمين ضد السرقة، تأمين على البسكليت، تأمين على الموتور، تأمين على الصحة، تأمين على حوادث ضد الغير، تأمين على الحيوان الأليف، كله. حتى تأمين لبعد الوفاة، تأمين بعد الوفاة، مش بس مشان ياخذ الشريك حياتك ياخذ راتب، لا، مشان الدفن. لأن حتى القبور أنت بتستأجرها أجار، أنت القبر ما فيك تشتري شري، القبر يؤجر لعشر سنين أو عشرين سنة، لأن هني ما بيبيعوك قبر تضل فيه طول عمرك، فأنت بتدفع أجاره لمستقبلا. يعني بدي أحكي هلا عن موضوع البيوت. بيوت هولندا بصراحة إلى سمة معينة ما بتشبه البيوت تقريبا غير بالدول المجاورة حواليها. فاجأني بالموضوع أنه بيوت هولندا هي غالية جدا. سعر البيت يعني المقبول يبتدئ من 300 ألف يورو حسب المنطقة، ورغم غلاء سعر البيوت، حوالي نصف بيوت هولندا هي بيوت مشترات وليست كراء. هذا الموضوع فاجأني، لأنه شو أسعار البيوت كتير غالي مقارنة بالدول الأخرى المحيطة. ولكن السبب الأساسي لهذا الموضوع أنه البلد هي أرضيتها، الأرض صعب جدا لبناء عليها، ومكلف جدا تكوين أساسات عليها، وبنفس الوقت مساحة جدا صغيرة، هو من أكثر بلدان أوروبا كثافة سكانية. اللي لفت نظري كون البلد صغير والبيوت المفروض تكون صغيرة، شفت أنه لا، في عندهم البيوت ذات سقف الأرميد، والبيوت هي متراصفة مش بيوت عمودية، التوسع بيكون كتير أفقي عندهم. في طبعا بيوت عمودية، ولكن لازالت هاي البيوت موجودة، نحن بالمدن الكبيرة ما منشوفها لأن بتاخد مساحة كتير. رح عد شوية نقاط عن البيوت، فيها الإيجابي وفيها السلبي. البيت يكون صغير ولكن في قدامه حديقة وفي وراء حديقة. بيت 50 متر، حديقة 25 متر، حديقة 35 متر. هذا الموضوع غريب. وبصراحة البيوت بتشوفوا انه هي من برا احلى من جوا، لان الناس بيهتموا كتير بالطبيعة. ممكن تلاقي البيت من جوا بيت متواضع، العفش جدا بسيط، ولكن بتلاقي من برا البيت بيكون حلو ومن برا كبير، ومثل ما قلت من جوا ممكن صغير.
لفت نظري انه البيوت اكثريتها واجهات زجاجيه. انا كنت متوقع انه هن كثير مهتمين بالامان وكذا وبحبوا الخصوصيه، لا، واجهات زجاجيه البيوت، وبكثير من الاحيان بتلاقي الشبابيك البرادي مفتوحه. وطبعا السبب له قصه تاريخيه، الهولنديين هن باصلهم هن بحاره، فكانوا لما يروحوا النسوان تترك الشبابيك مفتوحه، البرادي بقصد يعني، لحتى تقول للناس انه انا صح زوجي ما هون، بس انا ما في عندي شيء مخبى، ما في عندي حدا. فولا زالت هاي العاده متبعه يعني. البيوت من جوا كتير متشابهة، أنا عم بحكي عن تفاصيل البيوت، يعني بتلاقي بالبيوت مثلا بيوت السكن الاجتماعي اللي هي البيوت الرخيصة، بتلاقي نفس الديكور لمفاتيح الكهرباء، نفس الديكور لمسكات البواب، بتروح على المحل حتى لتشتري بتلاقيهم كلهم نفس الشيء، قياسات ستاندر. طبعا هاي الشغلة هي إيجابية إنه ما في عندهم كتير قياسات، وكبير وصغير وطويل وقصير، بس صاير هيك في روتين بالموضوع مقيت جدا، وبصراحة موديل جدا بسيط بتلاقيه وما في اي جمالية يعني. هذا الموضوع غريب. شغلة الثانية، هلا بدكم تقولوا لي انا كثير عم دقق على التفاصيل، هو انا هيك بصراحة، لما بتفوتوا على محل ألبسة وبفخم او بتفوتوا على مطعم حلو او كذا، تطلع على السقف، بكثير اوقات بتطلع على السقف تلاقي السقف لساته مو مدهن، بتلاقي التوصيلات بالسقف، ما بيهتموا بالسقف ابدا، وإذا نازل شيء مسقف نازل إضاءة، بتلاقي ليش؟ مشان أنت ما تطلع عليه تشوف هاي البلاوي. هذا الموضوع بصراحة لفت نظري، لما بيكون مثلا محل حقه كذا مليون يورو، يعني سووا السقف على القليلة، يعني هاي كمان جمالية. أزمة السكن بهولندا، أنا هلا حكيته بهذا الفيديو، ولكن ما بمل أبدا نكرره، أزمة السكن خانقة، ما بيشبهها دولة في أوروبا إلا سويسرا على ما أعتقد بأزمة السكن. ولكن رغم أزمة السكن هاي الموجودة، لا زال اللاجئ بهولندا يحصل على الأفضلية في إيجاد منزل، أنه تلاقي بيت بهولندا أصعب 10,000,000,000 مرة من أنه تلاقي حشيش، لأن الحشيش معبي الدنيا زي ما قلت. نحن بنضربه مثل، لفت نظري بالموضوع أنه هذا البلد الصغير اللي زي ما قلت فيه حديقة البيت كبير والبيت صغير، بتلاقي أنه كمان نفس الموضوع ينطبق على الشارع، تلاقي الشارع ضيق على قد السيارة، معظم الشوارع بقلب المدينة بتلاقي هي مسرب لسيارة واحدة، وتلاقي الرصيف أكبر من الشارع، وحوالي تلته لهذا الشارع أيام بيكون محتل من قبل البسكليتات، بتضطر تمشي ورا البسكليت أنت. هذا الموضوع كان غريب، ورغم شح المساحة بتلاقي أنه في بكل حارة منتزه، وفي كل حارة مكان تروح تقعد فيه تشرب قهوة وتقعد بالطبيعة، لأنني بآمن أنه لما الإنسان بيكون محاط بالطبيعة ممكن يبدع اكثر ويكون مرتاح نفسيا اكثر. وبصراحه خليني اكون صريح بهالموضوع، انا ما بدي ركز على السلبيات، البلد اجمل مما انا تخيلته بصراحه، وانا ما عم بحكي عن مناطق معينه، اكيد كل بلد لها جماليتها، في مناطق مهتم فيها، لا، البلد كلياتها قولا واحدا، البلد كلياتها حلوه. قالوا لي هولندا حديقه اوروبا، فعلا ما بالغوا بهذا الموضوع، حتى القرى الصغيره البسيطه المعزوله هي حلوه جدا ومنسقه جدا ومهتم فيها. هذا الموضوع كان مفاجأة إيجابية جدا بالنسبة إلي، وبصراحة أنا بذكرها بكل أريحية. كنت حكيت على الغلاء، ولكن كان في نقطة بصراحة كان لازم أذكرها لما حكيت عن الغلاء. النقطة هي إنه المواصلات العامة غالية كتير، مع إنه هي الدولة دائما بتقول لك نحن بدنا نحاول نشجع الناس تستخدم المواصلات العامة. كيف؟ رح أعطيك مثال، أنت بدك تطلع من أمستردام العاصمة لخرونيجن، المسافة حوالي 180 كيلومتر، بتكلفك للشخص الواحد في القطار، طبعا من مركز المدينة لمركز المدينة بالقطار، لا طلعت باصات ولا طلعت تكاسي، اوكي، بتكلفك حوالي 27 يورو للشخص الواحد، يعني اذا انتم كنتوا 4 اشخاص رح تكلفك 108 يورو، والمسافة هي 180 كيلومتر، يعني السيارة بتصرف لها في 10 دورة بنزين بيورو ونص، بتكلفك حوالي 15 يورو، خليه 20 يورو، انت رايح بسيارتك الخاصة، اذا رحت بالقطار رح تكلفك 108 يورو، طبعا بدون تخفيض. وإذا كان في عندك لسه بعد القطار في عندك تركب باص هون، الباص بقلب المدينة بكلفك يورو أو اثنين بقلب المدينة وصعودا طبعا، فرح تكون هاي تكلفة زيادة. وكثير أوقات بتلاقي إنه السفر بالطيارة إذا كان ممكن تسافر بالطيارة من محل لآخر هو أرخص من القطار وأرخص من الباص، طبعا الطيارة لما بتسافر فيها لبلدان مجاورة. لذلك هني بيقولوا انه البسكليت هو ارخص وسيله واسهل وسيله مواصلات. هذا الحكي 100% مزبوط، انا راح احكي عنه بفيديو لاحق بالتفصيل، فعلا هو اسهل شيء، وفي حتى اماكن ما فيك توصلها اصلا غير بالبسكليت، وفي شوارع مخصصه بالبسكليت اذا بدك تروح لنفس النقطه بالسياره بدك تلف لفه طويله عريضه حتى توصل. ففعلا هني معهم حق انه البسكليت هو اسهل وسيله مواصلات، ولكن
بصراحة جو ما بيساعد كثير. وهو البسكليت هذا اللي بيقولوا عنه أرخص شيء، في شغلة كثير مهمة وشغلة كثير فاجأتني كمان، إنه البسكليت ذاته هو سعره غالي. يعني ما بتحكي عن بسكليت كهرباء حقه 2000 يورو، أنت ب 2000 يورو فيك تشتري سيارة موديل 2006، لما بحكي مثلا عن فورد فوكس فيك تاخذ، بحكي عن تويوتا فيك تاخذ سيارة جدا مقبولة موديل بين 2006 و2010 ب 2000 يورو، وهو بسكليت كهرباء حقه 2000 يورو. هذا الموضوع بصراحة فاجأني، بس مثل ما قلت هي بالنسبة لوضع البلد، بالنسبة لحجم الشوارع اللي فيها، هاي الشوارع اللي حكيت عنها، فهو البسكليت يكون وسيلة المواصلات الأحسن. نسبت الحديث عن الفقر وعن المعيشة، البلد هو بلد غني، مش غني بموارده ولكن غني بتنظيمه بعنايته بالشعب، وهي دولة جباية ورعاية في آن ما، معتمد جدا على الضرائب هو وعلى هاي المواصلات زي ما قلت أنا اللي هي غالية. ولكن رغم كل هذا الغنى بالبلد بتلاقي في ناس مشردين. ليش في ناس مشردين؟ لأني لأسباب كتير كبيرة، ممكن أنت تتعرض تكون ساحب قرض كبير آخر شيء انتهى فيك الأمر بالشارع، أو تضطر تروح تلجأ لمنظمة لحتى تقاويك. ممكن جدا كمان في ناس بسبب أنه في قوانين كتير، هي نقطة مهمة، قوانين كتير، قوانين معقدة كتير، قوانين حتى الهولندي ابن البلد ما بيعرفها، وحتى إذا قراها ما بيفهم منها شيء. أوراق كتير، هذا الموضوع مهم، في أوراق كتير، بوستات كتير، كل شغلة بيبعت لك إياها بالبوست يعني بالبريد، ترد عليها بالبوست بالبريد، وكل شهرين ثلاثة بتكب لك كرتونة أوراق كلياتها بالزبالة، طالع بيتجهوا يخففوا الموضوع. في ناس هذا الموضوع ما عم بيتحملوا عقلهم، وكتير من الأجانب عم بيصير معهم هالموضوع، رغم إنه الدولة عم بتحاول تقدم لهم دعم، ناس تساعدهم، ولكن للأسف الدعم هذا مو كافي. وشخص بيكون جاي جديد على البلد، اللغة ما بيعرفها، عم يتلمس طريقه، كل أسبوع أسبوعين يجي 10 بوستات، والسيستم بصراحة هو عجلة دوارة بسرعة كبيرة جدا، بس أثرت عنا بصراحة أنت ضعت. فهذا الموضوع بيكون مشكلة كبيرة، وهذا الموضوع بيكون بيخلي بعض الناس تقول لك أخي أنا بدي أعيش بالشارع بدي أريح راسي. أنا صدقا ما عم بالغ في الموضوع، وأنا قابلت منه لهدول الناس هن مفضلين هاي العيشة، زائد عندهم مشاكل إدمان على الكحول وغيره. خلوني أحكي هيك شوية معلومات طريفة. أول معلومة هي بصراحة مو طريفة بس كانت مفاجأة بالنسبة لي، اللي هي انه الشعب مثل ما قلت اكثريته بيحكي انجليزي، بس الطريف بالامر انه لما بتجي بتساله do you speak english، بتلاقي بتطلع فيك هيك تطليعه بيشيلك من فوق لتحت ويقول لك a little bit، لما بحكي معه بلاقي انه هو بيحكي انجليزي احسن مني. طب ليش هيك عم بيصير؟ بعدين لما فهمت الموضوع انه الشعب 90% منه بيحكي انجليزي، وانت لما بتساله لواحد هالسؤال فهو بيفهم على احد وجهين، يا اما انت عم بتقلي هل رحت على المدرسه، يعني اي واحد راح على المدرسه يتعلم، او السؤال الثاني مثل كان عم بقول انا الانجليزيتي كثير هاي ليفل، يعني كثير مرتفعه، فبدي احكي مع حدا يكون بيحكي انجليزي منيح، فبتلاقي هذا الجواب استقابي. فاذا جيت على هولندا نصيحتي لك لا تسال واحد يو سبيك انجلش، احكي معه انجليزي، والايجابيه فيهم انه ما بيتردد مثل غير بلدان لحتى يجاوبك بالانجليزي، لا 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 الموضوع جدا عادي. بالعكس ايام انا صرت عاني منه لما بيشوفك اجنبي وبشوفك عم تحكي لغه غريبه، بالذات اذا كنت بامستردام او دنهاخ، بتلاقي هو بيجي بيحكي معك بالانجليزي لحتى تحول على الهولندي لحتى يحول معك. هاي ايجابيه بصراحه ما بتشوفها بغير بلدان اللي بيقولوا عنصريه وكذا، لا من هالناحيه هولندا هذا الموضوع ما موجود ابدا. اللي لفت نظري كمان كوني شاب انه الشباب لبسهم ابدا مو مرتب، ابدا مو مرتب. انا ما عم بحكي عن لبس بسيط تي شيرت وبنطلون وكذا، لا لا لا، حتى بتلاقي الشاب اوقات لابس لك طقم رايح على حفله، شاب حليوه افندي اخته بتعشقه، عيون زرق، شعر أشقر مجعد، بتلاقي لابس لك طقم وتحت منه سنيكر بوت رياضة. ليش؟ لأنه هيك مريح حبيبي، أنت لابس طقم ومتشيك، يعني أنت ما طالع لحتى تلعب جري، لا 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 أوكي هو هيك. والأحلى من هيك لما بيقعد قدامك بتشوف تطلع هيك بتلاقي لابس لك جرابات خضر. أنا شو قصته مع الجرابات يا جماعة؟ ما عم بعرف، جرابات منقطة بأحمر وهي تبع اللي بيلبسوها الأولاد الصغار. صدقا بتلاقي كل شاب مثل الوردة بتلاقي لابس هيك قصص. هالمسخرة هاي شو ليش وشو سببها؟ الجواب الوحيد بصراحة اللي قدرت أحصل عليه إنه قال له إنه إحنا ناس فراولك، إنه الناس نحن بنحب البهجة. طب يا أخي بتحب البهجة روح رقص، ضروري تلبس جرابات خضر؟ لا أنا هيك بحب ملون. غريب الموضوع. وبناتهم اللي هني بنات غرب أوروبا، بنات جميلات ورقيقات، هني بنات ما بيحطوا مكياج، ما بيهتم، يعني لما بتقارنهم وأنا أخذت آرائهم لما صرت شوفهم بعض الفيديوهات من سوريا، قالوا لي هيك البنات بحطوا مكياج عنكم؟
احنا يعني هدول البنات بيكون نحط عليهم سمعة ما منيحة اللي بيلبسوا هيك، بحطوا هيك مكياج. قلت لهم انه هدول البنات حتى في منهم محجبات وكذا وملتزمين دينيا. قالوا لي لا لا لا، هذا المكياج كثير هيك يعني، يعني شيء ما، هني ما بيحطوا مكياج وبصراحة ما بيهتموا بحالهم كثير، حتى ما بيشيلوا الشعر، عفوا يعني ما بيشيلوا الشعر، هني ما بيهتموا بهاي الأمور. ومع ذلك هذا الشعب نفسه اللي هو ما بيهتم بشكله وبيلبس أي شيء وبياكل أي شيء، طبعا بتقول له بتشرب مي، بيقول لك ايه لكر لكر يعني طيب، ايه طيب شو طيب هاي مي يعني، انا مش شو جايب لك خروف محشي، هيك بياكلوا اي شيء وبيشربوا اي شيء. بنفس الوقت بتلاقيهم ببعض التقاليد وبعض الشغلات ناس جدا شيك وجدا كلاسي، دائما بحبوا يهدوك ورد. لما تروح على السوبر ماركت دائما في قسم للورد، دائما في قسم للورد، كل مناسبة بيهدوك ورد، وكل لون الوان الورد له معنى، ومع كل باقة ورد في كرت، كارت مثل ما قلت المرة الماضية بالجنازي، وكارت بيبعتوا لك يا إذا نجحت بشهادة السواقة، وكارت بيبعتوا لك يا إذا جاك ولد. جدا ملتزمين بالأشياء الشيك. ولكن معلومة كتير مهمة، إذا هذا هولندي جاب لك هدية افتحها قدامه، افتحها قدامه، لأني إذا بدك تعمل حالك تتقل حالك وتحط الهدية بعدين لحتى يروح لتفتحها، هذا الموضوع راح يلاقيه كتير كتير مزعج، لانه هو بحب تفتحها مشان يشوف ردة الفعل على وشك، واذا ما عجبتك عادي اللي انا ما حبيتها، بيتقبل الموضوع. بما انه عم نحكي بالموضوع الاجتماعي، خطر ببالي موضوع كمان لفت نظري، انه لما بتلاقيهم اصدقاء مقربين مع بعضهم، طبعا هن عندهم فصل عمودي بين زميل عمل او معرفة وبين صديق انا حقه حي، هيك فصل عمودي. وبصراحة هاي الشغلة كمان انا غشيت فيها، مو كل واحد هولندي كان لطيف معك تفكر صار رفيقك. بصراحة لتبني صداقة متينة مع الواحد هاي الشغلة بدها سنين، بالذات إذا كنت أنت من خلفية أجنبية. هني لطيفين، هني لطيفين قولا واحدا، هني شعب مربى، هني شعب مربى محترم قولا واحدا. ولكن نحن بطبيعتنا شعب مندفع، بفكر إنه كتير لطيف وهذا ودائما بيعرض علي مساعدته، هذا لا يعني أبدا إنه صار صديقك. طبعا أنا عم بحكي بعد فترة بهذا البلد، بس ولما كنت جاي أول شيء كنت كمان مندفع أنا كوني شرقي وابن ريف، انه بدي اعمل علاقات، بتكتشف بعدين انه لا انت ما نكر فيه عن جد. ولكن لما بتصير رفيقه عن جد الوضع بيختلف. نحن عندنا العائله بتيجي بالمرتبه الاولى والاصدقاء بالمرتبه الثانيه، لا عنده الاصدقاء بالمرتبه الاولى والعائله مرتبه ثانيه. هذا الموضوع لفت نظري. هدول الناس اني بيقولوا باردين اجتماعيا، بصراحه انا بشوف مش باردين اجتماعيا، وانما اني دائما بحبوا يخلوا مجال لنفسهم، مو مثلنا يعني دائما مع بعض، بس لما بيحبوا يطلعوا او يعملوا شيء سوا رغم جوهم السيء. انا اللي دوخني اذا في 5 دقائق شمس بده يستغلوا ويطلعوا لبرا ويعملوا شيء بالهواء الطلق. طب هلا بعد 10 دقائق بدها تمطر، ما في مشكله، المهم استفيد من الشمس. قلت انيتون شيك ومو شيك بنفس الوقت، ولكن عملوا عنهم احصائيه، هو الشعب الاخير في العالم اللي بيطلع من التواليت وما بيغسل ايده، مو نظيفين يعني، مو نظيفين. هذا الموضوع غريب جدا كان عندي. بتفوت واحد بيكون عندك على التواليت بالتواليت وبيطلع من التواليت يلا دي انا رايح، بمد لك ايده. فمره انا بصراحه قلت لا لهون وبس يعني، وانا ما عندي مغسله بالتواليت. قلت له لا لازم تغسل ايدك قبل ما تسلم عليه، في جراثيم. تقبل الموضوع طبعا، فهي حطوها في بالكم. لفت نظري وانه البلد فيه اجانب كتير، رغم انه انا كنت اريان عن البلد، بس ما توقعت يكون العدد بهالشكل هذا. يعني مدينه زي امستردام فيها حوالي 220 جنسيه، والجنسيه الاكثر الموجوده فيها مش المغاربه، مش الاتراك، بل الجاليه الصينيه. حدا بيسمع عنه شيء؟ الجاليه الصينيه اكبر جاليه في امستردام بالمناسبه، اكبر حي في امستردام. من الاشياء اللي بصراحه لفتت نظري وخلتني هيك اقف دقيقة صامت اجلالا، هي انه رح احط صورته طبعا هلا جنبي، بتلاقي انه في مثل هيك رف صغير، علبة صغيرة، خزانة صغيرة خليني اقول، موجودة قدام بعض البيوت، فيها كتب، محطوطها فيها كتب وبس. شو الغرض منها؟ بتروح بتنقي كتاب بتقراه بترجعه، او بيكون عندك كتاب انت انتهيت ما قرايته بتروح بتحطه بهاي الخزانة مشان غيرك يستفيد منه يقراه. هذا الموضوع جدا ترفع له القبعات. وفي شغلة أخرى بالريف، بتلاقي إنه في مثل هاي الخزانات مكتوب عليها يورو ونص أو يوروين أو شغلة، محطوط جواتها منتج معين. يعني مثلا إذا مرقت من قدام مزرعة
مزرعة مثلا فيها مجنة دواجن، تلاقي حاطين صفات بيض صغيرة وكاتبين لك هذا حقه يوروين، وحاطين لك طاسة صغيرة تحط اليورين بقلبها وتاخذ اللي بدك اياه وتمشي وبس. مزرعة توليب تلاقي موسم التوليب حاطين لك اياهم مجهزينهم برا، وحاطين لك طاسة خذ حاجتك وحط المصاري هونيك. هذا الموضوع اذا صار ببلادنا انا ما بعرف شو بدي اقول، يمكن يسرقوها للخزانة كلياتها وياخذوها. الهولنديين شغلة انا ضحكتني بصراحة فيهم، اللي هي بحبوا التخييم الكامبيرينج، انه هيك مغامرة وما بعرف شو. لما شفتهم كيف بيطلعوا على التخييم، طبعا قليلين منهم اللي فعلا بيروحوا بشكل مغامرة، يروحوا يخيموا بالادغال، لان هولندا اصلا ما فيها ادغال، الطبيعة كلها مصطنعة على فكرة. بتلاقيهم رايحين يا اخذين كرفان فيه كل مقومات الحياة، في واي فاي، في تواليت، في عطورات. حبيبي انت رايح تعيش المغامرة ولا رايح تستجم؟ هذا ما اسمه كامبيرينج، هذا اسمه استجمام. هذا ايه هيك يعني بقنعوا حالهم انه راحوا عملوا كامبيرينج فهني عاملين مغامرة. طبعا في ناس بسيطة منهم بتحب هاي الرحل تبع المغامرة، واللي انا مسميها الرحل تبع البهدل، يعني على البسكليت بياخذ اغراضه بدر له 3 4 بلاد، وين ما لحق بيروح ببسط وبينام. اول مرة رحت فيها على المنتزه على البارك بهولندا، شفت في حاويت زبالة وطبعا تكب فيها شغلة اذا كنت عم تاكل سندويشة او علبة كولا او شيء، تشرب علبة كولا. وشفت وحدة تانية مرسوم عليها صورة كلب، طبعا انا فورا استوعبت الموضوع. في جنبها طبعا اكياس نايلون. الفكرة انت اذا كان الكلب كنت عم تمشي الكلب معك، فالكلب ممكن يعمل نونو، يعمل كاكاو، فانت بكل اكابرية تاخذ الكيس بايدك تروح بتشيل الكاكا تربطه وبتكبه بهي الزباله مو مع الزباله الثانيه، وبتلاقي لك حدا يعني كتير شيك وكتير اكابر. الساعة 5 الصبح فايق هسه هيك عيونه مغمضه، اخذ الكلب لبرا لحتى يعمله لا يشلوا اياها. ليش؟ وجع قلب، بحبوا يوجعوا قلبهم. الاخر اخر شغله راح اختم فيها هون، هي انه انا اول مره فتت على بيت هولندي، فتت على التواليت قمت لقيت صورة العائلة، صور العائلة الكريمة كلياتهم، الزوج مع الزوجة مع الأولاد، هن صغار هن وكبار. ايه بالتواليت شو عم بصيرون؟ نحن موضوع انك تحط صورة في التواليت لحدا بتكون انت عم تسخر منه، يعني زي انا وقت حطيت صورة بشار الأسد عندي بالتواليت. انا اعني شيء معين يعني. لا لقيت في صورهم، لقيت في رزنامة مسجلة عليه أعياد ميلادهم وأعياد ميلاد أصدقائهم. فجيت عم بحكي لواحد هولندي تاني، قلت له انا شفت هذا المنظر واستغربت ورجل شو انا العالم تحط صوره بالتواليت، قال لي ايه وانا حاطط صوري بالتواليت. بعدين اكتشف اخوكم انه مالي، انه هاي ثقافه شعب عادي جدا، صور العائله، رزنامه اعياد الميلاد، ممكن حاطي لك لعبه كمان بالتواليت، وكأن انت رايح تسكن هونيك تقضي لك شهرين ثلاثه بالتواليت، والموضوع جدا عادي وما بيعتاروا منه. فاذا شفت صور حدا في التواليت ما تستغربوا. هذا كان الفيديو عندي انا لهذا اليوم، اكيد نسيت في شغلات هيك صورته على السريع، حبيت شارككم شوية شغلات. في عندي لسه فيديوهات قادمة راح تكون، راح خصص كل وحدة فيها موضوع من مواضيع هولندا، وحدة احكي فيها عن الجغرافيا تبع هولندا، وحدة فيها احكي عن المواصلات بهولندا، وحدة احكي فيها عن اللغة الهولندية نشأتها وكيف وصلت لنا. الفكرة من هذا الموضوع بالنسبة للناس اللي بتهتم بدها تعيش بهذا البلد او بدها تجي على هذا البلد تعيش فيه، بصراحة بدورات الاندماج او بالكتب في معلومات ما بتلاقيها. انا زي اللي حكيته من شوي هو وجهة نظري الشخصية بصراحة وبس، يعني بالكتب ما راح يكتب لك هولندي نحن بنحط صورنا بالتواليت، ما راح يذكر لك هذا الموضوع، لان هذا الموضوع بالنسبة له موضوع جدا عادي. ونفس الشيء اذا واحد منهم راح على بلادنا راح يستغرب كتير شغلات. يعني على سبيل المثال ذكر لي واحد هولندي قال لي تخيل رحت على بلد، انا ما بدي اذكر اسمه، بلد في الشرق الاوسط، قال لي ما في اسماء للشوارع مكتوبه. طلعت هيك ايه فعلا في كثير بلدان ما بيكتبوا فيها اسماء الشوارع، كيف واحد بده يندلع عنوان؟ كيف بيجيكم بريد انتو؟ عتصفنت هي والله احرجتني معك حق، كيف بيجينا بريد نحن؟ على كل حال اذا نسيت شيء يا شباب، اذا عجبك المحتوى شيره وخلينا نطلع شوي بهالقناه، تشجعوا نعمل مضمون اكثر، حط لنا لايك شير سبسكرايب الى اخره، بتعرف شو لازم تسوي. نسيت شيء، خبصت بشيء، عندي عندك فكره احسن حابب تقدمها، تواصل معي انا بساعدك بمنتج لك الماده، بطلعها عندي بشير لك اياها، يعني خلونا نعمل شيء سوا، نساعد بعض ممكن الناس تستفيد. حبي وتحياتي للجميع، سلام، باي بايات.